96 عملنا 1-1 هما سجلوا هدف عن طريق تيكو تيكو بعد ما كانت تونس سجلت هدف عن طريق المرحوم الهادي برخيصة. ترجع كرة موزمبيقية خطيرة خطيرة اللاعب هذا عنده فنية تومار الهدف الأول من أومار. قلت هذا اللاعب خطير جدا هذا اللاعب خطير جدا أومار يسجل الهدف الأول أومار في دقيقة تقريبا 72 الفريق الموزمبيقي شبه يخطف المباراة يعني هولد اب هذا يتسمى في الكرة 1-0 للفريق الموزمبيقي. بام القاسم خرج كرة بام القاسم حلوة كشريدة يمشي وجدي وجدي كشريدة يلعب كرة خطيرة نجم الساحلي ضرب الجزاء وضرب الجزاء للإتوال بينالتي للإتوال ضرب الجزاء رقم 4 اللاعب ميلتون أندري يرتكب الخطأ وركلة الجزاء صحيحة. سليم بام القاسم يتقدم ويحط الكرة إليه هدف التعادل هدف التعادل الإتوال هدف التأهل رسميا للنجم الساحلي عن طريق سليم بن بلقاسم اللي هو يحب ساماريس.